السلام عليكم، محمد رمضان. هتقول لي ايه علاقه محمد رمضان بباسم سمره؟ انا داخل فيديو لباسم سمره. هقول لك لا، في شبه بينهم في نقطه كده انت مش واخد بالك منها، هي نقطه البرسونا. طيب ايه هي البرسونا دي يا ابو حميد؟ البرسونا دي يا سيدي هي ببساطه خالص كده شخصيه الممثل قدام الكاميرات، زي احمد العوضي مثلا ما بيتضربش في الافلام. تقبل ان حد يضربك في الفيلم؟ يضربني؟ اه لا ضرب. ولا بيرقص حتى في فقره في برنامج هو طالع فيها مجرد ضيف. انت بتهزر معايا؟ هو انت عايز تعمل اي حاجه؟ لا عايز تغني ولا اغني ايه وبتاع؟ انت لازم تهز الهيبه يعني، انت لازم تهز الهيبه يعني، انت لازم تهز الهيبه يعني. وزي محمد رمضان كده نمبر 1 اللي شايف ان مفيش زيه، وغرور وفلوس وبتاع. باسم اخويا وصاحبي وحبيبي، وهو كان مش في وعيه، لانه لو في وعيه ايدي الشمال جاهزه على طول. وزي باسم سمره في اخر كام سنه، باسم سمره شاف ايه بقى؟ شاف ان الناجح اللي دايما اسمه على لسان الناس وبيعيش مده طويله هو اللي عنده بيرسونا مميزه. شاف ان عادل امام صاحب بيرسونا قويه وناجح، احمد زكي صاحب بيرسونا عظيمه وناجح. قال لك ليه ما يبقاش ليا انا كمان بيرسونا؟ حقه، مش هنقدر نختلف ولا نتكلم عليها، لان كل انسان طموح وشاطر لازم يفكر ازاي يستمر لاكتر وقت ممكن يخليه في وقت من اوقات المستقبل يتقال عليه كان في فنان اسمه باسم سمره مش هيتعوض تاني. عمل البرسونا بتاعته اللي فيها صفه الغرور شويه بسيطه، هي مش شويه بصراحه، هو مزودها. اجرأ منك طبعا، سيبيني اشرح. بس كل ده تمام لو في البرسونا بتاعتك محدش هيكلمك، يعني افور زي ما انت عايز، كل ده بيخدم مصلحتك في الاخر. المهم خلينا نشوف ازاي باسم سمره طلع اصلا ووصل لنقطه خلق البرسونا بتاعته. باسم سمره بدأها مع مخرج من افضل المخرجين في تاريخ السينما المصريه، يوسف شاهين، في فيلم القاهره منوره باهلها. يوسف شاهين كان بيعمل دوكيومنتري لحياته كمخرج وكانسان في مجموعه افلام كده زي اسكندريه ليه وحدوته مصريه واسكندريه كمان وكمان، اللي انصحك تتفرج عليه عشان تفهم ان يوسف شاهين مش زي اي مخرج جه في تاريخ البلد دي. المهم تخيل دي بدايه باسم سمره، بدايه عظيمه قوي لفنان لسه في بدايه مسيرته. اعتقد باسم سمره اتاثر قوي بفكره الوثائقي اللي كان بيعمله يوسف شاهين وقتها، وحب ان يعمل الفكره دي عليه هو، يطبقها على نفسه بقى بمساعده يسري نصر الله اللي كان مخرج الفيلم ده، وكمان هيبقى سبب كبير قوي في نجاح باسم سمره قدام. باسم سمره في الفيلم ده بيحكي حياته وانه كان خريج كليه تربيه وكان بيشتغل في مدرسه صنايع، وبيعرفنا على بيئته واهله واصحابه. الفيلم حلو وكويس مش وحش بصراحه. قعد باسم سمره بعدها 5 سنين ما بيتعرضش عليه اي شغل، لحد ما هيعرض عليه المخرج يسري نصر الله اللي قلت لك كان المفتاح اللي هيخرج باسم سمره للعالم من الشهره والنجاحات. عمل معاه فيلم المدينه اللي كان بين مصر وفرنسا، كان بيعمل دور علي اللي نفسه يمثل وبيجري ورا طموحه لحد ما بيحصل له حاله من الياس بسببها، بيسافر فرنسا ويجرب حاجه جديده يمكن ينجح فيها. باسم سمره لحد هنا ممثل بكل معاني الكلمه، ممثل فعلا شاطر وفي كل مقومات الفنان المجتهد اللي مين بقى شافها فيه؟ يسري نصر الله. بعدها بيشوفه خيري بشاره وبيعجب بيه جدا، فبياخده في مسلسل اسمه ملح الارض مع محمد صبحي. هنرجع لخيري بشاره قدام اللي كان سبب في تعليق باسم سمره درجه زياده من درجات النجاح والنجوميه، بس خلينا نوصل ل 2006. الفيلم اللي هفضل اقوله انه واحد من اعظم 3 افلام في تاريخ السينما المصريه، فيلم عماره يعقوبيان. الفيلم ده انا بتفرج عليه لحد دلوقتي، لسه متفرج عليه اصلا امبارح والله للمره 500,000 مثلا ولا حاجه. دور عبد ربه كان دور مش سهل تماما، صدقني ممكن يبان لك سهل وانه مجرد فلاح بيأدي خدمته العسكريه في القاهره وبيتعرف على واحد لا مؤاخذه يعني وخلاص، لا عبد ربه هنا بيمثل ضعف النفس البشريه. شايف عيون باسم سمره هنا ونظرته؟ وراها معنى كبير قوي والله، وهو بيشرب من الكاس اللي هيبقى سبب في تدمير حياته، وفي نفس الوقت عينيه باصه لخالد الصاوي، تجسيد لشخصيه الشر او الشيطان، الشر اللي هيلعب على نفسيته لحد ما يخليها تستسلم ليه تماما، الشر ده هو اللي صب له الكاس بايديه اللي عبد ربه هيشربه. الفيلم ده ورا كل مشهد فيه معنى كبير قوي، لو عايز نتكلم عليه اكتب لي كومنت تحت وهنعمل عنه حلقه كامله. باسم سمره كان عايز ياخد دور محمد امام في الفيلم اللي هو دور ابن البواب لو فاكره، بس مروان حامد كان شايف ان دور عبد ربه مش هينفع غير على باسم سمره، يمكن يكون للواسطه دور ان محمد امام هو ابن عادل امام فبياخد الدور الاكبر يعني طبيعي. انا قريت الروايه وانا كان نفسي اعمل الدور ابن البواب اللي هو عامله محمد امام، يعني انا كنت شايف نفسي كده، بس لما جيت دور اختيار مروان حامد المخرج قال لي انت هتعمل العسكري الامن المركزي اللي هو تقريبا بطوله موازيه مزبوط. يعني هما الاثنين ابن البواب والعسكري. لكن الاكيد قدام عينينا ان باسم سمره ما قالش خلاص تعالى نعمل الدور ده وهيعدي والسلام، لا هو استغله احسن استغلال، طلع فيه اداء عظيم لدرجه ان صعب اتخيل اي ممثل يقدر يطلع الاداء ده بداله. ما استناش كتير وبعدها بسنه طلبوا شريف عرفه في دور حسن الحفني في فيلم الجزيره. انت متخيل اسماء المخرجين اللي بقول لك عليهم؟ شريف عرفه وخيري بشاره ويوسف شاهين، اسماء مخرجين هم زي ما بنقول كده عتاوله المهنه، عمدان من اعمده السينما المصريه. دور حسن الحفني كان فوق الممتاز، بالذات لما تيجي تقارنه بمسلسل المفروض انه معمول في موسم رمضاني من قريب مش بعيد زي مسلسل نسل الاغراب، وتشوف لهجتهم السعوديه وهما
بيتكلموا هنا وتقارنها بلهجة الصعايدة اللي بجد في الجزيرة، هتعرف فعلا ان العمل لو معمول باهتمام وتقدير لعقول المشاهدين اللي بيتفرجوا، ومش مجرد يلا نزلوا ويتفرجوا عليه غصب عنهم، ده احنا جايبين احمد السقا وامير كرارة، ازاي ما يتفرجوش يعني؟ لا، لو العمل بتاعك وحش وانت جايب توم كروز هنقول عليه وحش. الممثل صف اول اللي انت جايبه ده مش هيشفع لك في فشل الفيلم او المسلسل بتاعك. المهم بيكمل باسم سمرة طريقه بفيلم قبلات مسروقة ومسلسل علي مبارك والوعد وايام صعبة والفرح والبرومانسي. كل اللي احنا قلناهم دول مع كل عمل فيهم باسم سمرة كان بيعلى خطوة عن اللي قبلها. ولاحظ ان قلتهم لك بالترتيب بتاعهم، اللي هو مع كل عمل هو بيعلى سلمه فعلا، وبيعلى مع فيلم ابراهيم الابيض 3 سلالم مثلا، مع ان دوره ما كانش كبير خالص في الفيلم، بس تخيل انت في ابراهيم الابيض، يعني المجاميع اللي ورا في اي مشهد هم دخلوا التاريخ بصراحه. ابراهيم الابيض شالوا دوري تقريبا. ليه؟ عشان كده، عشان بقول لك وجودي كان هيعمل قلق يعني. ومش عارف اللي هقوله ده هتوافقني عليه ولا لا، بس كل اللي شاركوا في ابراهيم الابيض هم نجوم، مفيش واحد فيهم ما كانش عنده عقليه النجم، كلهم كانوا مستقبلهم باين وواضح، لكن الحظ بيحالف ناس وبيهمش ناس تانيين. دلوقتي احنا في مرحله باسم سمرة النجم خلاص، يعني اسمه بقى موجود وبيتعرض عليه اعمال يختار منها اللي يفيده ويسيب اللي يقلل منه، فبيعمل دور كوميدي جديد في فيلم اسمه بيبو وبشير. وعشان تعرف ان الفنان ده هو حلو فعلا وعنده قبول مش طبيعي، لما مشهده اللي ما يتخطاش كام دقيقه يبقى من اشهر اجزاء الفيلم. يا ستار يا رب، يا ستار يا رب، يا ستار يا رب. اوف، الجو زامل كده ليه؟ الوان اللي راكب درجه اولى عشان يتمتع بالتكييف يطلع عطلان. ايف، وبيعمل فتح الريان مع خالد صالح، وبيرجع للكوميدي تاني عشان يغير من جلده شوية في تيتا رهيبة مع محمد هنيدي، اللي والله العظيم كان هو اللي سند هنيدي في الفيلم ده وحفظ الفيلم ده انه ما يفشلش ويبقى اخر عمل ناجح لمحمد هنيدي. هنرجع لخيري بشارة اللي قلتلك كان سر من اسرار النجاح لباسم سمرة، لما جابه في دور عبد المجيد في مسلسل بنت اسمها ذات. عبد المجيد اوف كورس كان دور عبقري بشكل لا يوصف، كوميدي موجود، دراما موجود، يوصل لك شعور الاب والحنية موجود. دور عبد المجيد لو ركزت فيه هتلاقيه صعب قوي على اي ممثل، لان انت في اول نص في المسلسل مطلوب منك تبقى بشخصيه بصفات معينه، وبعدها مطلوب منك تجسد نفس الشخصيه بس بعد ما تكبر وتسافر وتعدي بتجارب صعبه تغير من صفاتها وتخليها اهدى واحزن في نبره صوتها وتفكيرها. ده بالنسبه لباسم سمرة كان عادي، لدرجه انه طلعه بمنتهى الشياكه اللي في الدنيا، خلاك مبسوط معاه وزعلان معاه ومش طايقه لما بيقول حاجه غبيه. عبقري يا جماعه والله، ممثل فعلا كان يستحق ادوار يطلع فيها الموهبه المدفونه جواه. باسم سمرة بدأ ياخد حقه فعلا ويبقى مرسوم ليه دور في أي عمل من بعد 2019، عمل ولاد رزق والحارس وبنت السلطان وعمهم ولعبة الشيطان وسفاح الجيزة، ولحد النهاردة بقى لسه بيقدم الجديد زي بطن الحوت والبعبع وبابا المجال، وفي مسلسل اسمه العتاولة بيتصور والمفروض ينزل السنة دي. باسم سمرة فعلا فنان من الطراز الرفيع، فنان ذكي جدا انه رسم بيرسونا حلوة ومش وحشة ودمها خفيف على الرغم من وجود طبع الغرور فيها. وانا لو موجود كلهم كانوا يقعدوا في البيت يعني. ليه؟ اشطر واحد انا، اشطر من السقا بكتير طبعا، موتوني. غريب قوي. مقصود يعني جدا. بيرسونا ما تكرههاش ولا تحسها انها فيك بشكل اوفر، لا هي بيرسونا ذكيه من شخص اذكى بكتير. مبسوط ان فنان زي باسم سمرة بدا ياخد حقه ويمشي على خطه موزونه ومظبوطه لطريق النجاح اللي نهايته هي بوابه تاريخ السينما المصريه، اللي موجود هناك برضو اذكى واشطر فنانين في تاريخ الصناعه. اتمنى زي العاده لو نسيت حاجه تقولها لي في كومنت، ولو عجبك الفيديو ياريت تعمل اشتراك عشان تشوفني تاني. شكرا جدا لوقتك، انا احمد اسامه، سلام.